ومعنا من القدس المحتلة كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة اليونيسف. أهلا بك معنا سيد كاظم في هذه النشرة. إذا حسب آخر بيانات لليونيسف هذا كان في إبريل الماضي، طفل واحد يموت أو يصاب كل 10 دقائق في غزة، وطبقا أيضا لآخر الأرقام أكثر من 19,000 طفل يتيم الآن في القطاع. كيف تتابعون حال الأطفال الصغار في قطاع غزة سيد كاظم؟ مساء الخير. المأساة مستمرة للحقيقة، وهذا من دواعي الأسف الشديد، وهذا يعكس الفشل لدى المجتمع الدولي في فرض إرادته على الأرض، بالتالي وقف هذه الحرب التي لم تترك شيء بل طالت الأخضر واليابس كما يقولون. أرقام مخيفة وهي أرقام تقديرية حسب بعض التقارير، لو جمعت هذه الأرقام كلها مع بعضها، عدد الأطفال الجرحى وعدد من سقط من الأطفال وكذلك عدد من سقط من النساء، وقسمت على عدد أيام الحرب، الرقم سيكون صادم حقيقة. ثم لو قسمت على عدد الساعات، إذا نحن نتحدث عن طامة كبرى، ولا عجب أننا كنا نقول أن من سقط من الأطفال في هذه الحرب هو أعلى ويفوق من سقط في من الأطفال في حروب مجتمعة في العالم. هذا انعكاس لمرة أخرى لعدم تحقق الإرادة الدولية على الأرض في قطاع غزة. قبل أن نفوت هذه المسألة سيد كاظم، إذا من متابعاتكم هل تجدون بأن التأثير الذي تحدثه الحرب في غزة يؤكد الاعتقاد السائد لدى المتابعين بأن الحرب الآن هي حرب على الأطفال في القطاع؟ يعني هذا الرقم العالي جدا من المدنيين الذي سقطوا في هذا الحرب أستاذي، هو يعني يدعو للتعجب حقيقة. وهناك من الناس من يعتقد بأن الأطفال هم المستهدفون، لا نستطيع نحن أن نؤكد ذلك، لسنا خبراء يعني فيما يدور في ذهن أطراف النزاع، ولكن الرقم بحد ذاته يتحدث عن نفسه. لماذا كل هذا الرقم الكبير من الضحايا المدنيين سواء من الأطفال أو حتى من النساء بل ومن الرجال؟ لماذا هذا الدمار مثلا في البنية التحتية؟ المستشفيات على أي أساس تدمر؟ الأراضي الزراعية لماذا تدمر؟ البنية التحتية، الصرف الصحي وما يؤدي ذلك من انتشار أمراض. لدي أمامي أرقام متراكمة للأمراض ممن تطال الناس المدنيين، وطبعا الحديث يجري بكل تأكيد عن الأطفال أكثر من غيرهم لأنهم هم من يدفع الثمن الأعلى. يعني بأي حق هناك 800,000 حالة من المعدل التراكم من الأمراض التنفسية الحادة طالت المدنيين، ومنهم بكل تأكيد الأطفال، 400,000 حالة من الإسهال، 9,000 حالة منها من الإسهال مع الدم، والقائمة تطول. للأطفال يدفعون الثمن، 17,000 من الأطفال بلا أب ولا أم، غير يعني مصحوبين بمرافق. آلاف من الناس تحتاج أن تخرج من قطاع غزة طلبا للعلاج في جمهورية مصر العربية التي هي على مرمى حجر كما يقولون من الحدود. إذا هذه كلها يعني قضايا يعني تلفت الانتباه، ولا شك أن التقارير المتعاقبة من المسؤولين الأمميين التي تحاول أن تسلط الضوء على هذه المأساة هي لها دورها، ولكن استجابة ذلك المجتمع الدولي لكل هذه النداءات هذه مسألة أخرى.